من داخل أشهر وأجمل مكان في مصر، من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي. أهلا بيكم وفيديو جديد. كل ما اتجولت في القاهرة أكتر كل ما عرفت إن معالم القاهرة كتيرة وصعب إنك تزور كل الأماكن فيها في خلال أسبوعين ولا ثلاثة، وإن الوجهات السياحية اللي موجودة بس في القاهرة أكتر بكتير إنك تزورها في خلال أسبوعين أو ثلاثة. اليوم في طريقي لواحدة من أشهر معالم القاهرة السياحية، وهي قلعة صلاح الدين الأيوبي أو زي ما بيسموها قلعة الجبل، اللي أمر بابنائها صلاح الدين الأيوبي قبل 1052 سنة من اليوم، وأكمل بنائها ابن أخوه السلطان الكامل. قلعة صلاح الدين الأيوبي في قلب القاهرة هي واحدة من أهم المعالم السياحية الموجودة في قلب القاهرة. كل سلطان سكن في القلعة دي أضاف بصمته، سواء ابتداء من الأيوبيين للمماليك للعثمانيين وانتهاء بأسرة محمد علي باشا. داخل القلعة هتلاقي فيه مسجد السلطان المملوك محمد بن قلاوون، اللي ورا ده يا جماعة مسجد محمد علي باشا. ومسجد محمد علي باشا قرر صلاح الدين الأيوبي بإنشاء قلعة فوق جبل المقطم عشان تكون حصن للدفاع عن مصر وحمايتها. واليوم قلعة صلاح الدين الأيوبي ساهمت بشكل كبير في زيادة جمال القاهرة من أجمل منظر بأعلى قمة في جبل المقطم. سجن القلعة. أمر الخديوي إسماعيل بإنشاء سجن القلعة، وهو واحد من أشهر السجون السياسية. بيحتوي السجن على 42 زنزانة متقسمين لجزء شرقي وغربي، منهم 8 غرف كانت مخصصة للتعذيب. متحف الشرطة القومي هتلاقي فيه كل الأدوات والمقتنيات الخاصة بالشرطة. ودي بعض النماذج لملابس الشرطة في عصور مختلفة. سعر التذكرة للمصريين والعرب 40 جنيه مصري، وبالنسبة للطلاب 20 جنيه مصري. بالنسبة للأجانب بتعمل 180 جنيه مصري، والطلاب الأجانب 90 جنيه مصري. والمواصلات سهلة، تقدر تاخد مواصلات لقلعة صلاح الدين سواء من رمسيس أو الساحل.